متابعينا ومشاهدينا ومتابعي ابو كبير ميديا، عزم الله اجركم وانا لله وانا اليه راجعون. اهلا بحضراتكم في لايف وبث مباشر، معكم انا صحفي محمد شلتو، يعني متواجدون مع حضراتكم من مسجد الحمديه الشاذليه، وعزاء يعني شيخ منظمين الحفلات الاستاذ حسن عاكف. يعني طبعا يقام العزاء اليوم في ساحة مسجد الحمدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، ويعني طبعا أول الحاضرين الكابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، وكمان يعني الكابتن إسماعيل يوسف، دول أول الحاضرين هنا يعني في يعني الآن لحظة وصول الفنانة هند عاكف إلى العزاء. زي ما حضراتكم شايفين وصول للفنانة هند عاكف. بقال الله بقال الله بقال الله. يعني زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام، طبيعة كبير ميديا، يعني طبعا لحظة وصول هند عاكف إلى مسجد الحمدية الشاذلية زي ما حضراتكم شايفين. و شو موقع سيدي المشير اصلا؟ يعني زي ما حضراتكم شايفين شفنا معاكم لحظة وصول هند عاكف الى يعني ساحة مسجد الحمدية الشاذلية لتعزية المرحوم حسن عاكف، واداء واجب العزاء في منظم الحفلات الكبير حسن عاكف. وزي ما حضراتكم شايفين زي ما حضراتكم شايفين وجود ايضا الكابتن، وجود للكابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. عظم الله اجركم متابعينا الكرام بشبابي ابو كبير ميديا، وانا لله وانا اليه راجعون. يعني زي ما حضراتكم شايفين الأسرة في استقبال واجب العزاء، يعني وكابتن جمال عبد الحميد لحظة خروج الكابتن جمال عبد الحميد، لحظة وصول الكابتن جمال عبد الحميد من نادي الزمالك السابق إلى تأدية واجب العزاء. جمال عبد الحميد يعني زي ما حضراتكم شايفين هاي. عذرا لكم متابعينا الكرام، متابعي كبير ميديا، عن انقطاع البث المباشر، ولكن مستمر مع حضراتكم من مسجد الحمدية الشاذلية. ويعني طبعا لحظة وصول الكابتن جمال عبد الحميد هنا إلى مسجد الحمدية الشاذلية. عظم الله أجركم. ركنكم مية عزو الله يركم متابعينا الكرام، متابعي كبير ميديا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما حضراتكم شايفين تأسف شديد وحالة من الحزن على وجوه الأهالي هنا يعني في مسجد الحمدية الشاذلية، والكل واقف بياخد عزاء المرحوم الأستاذ حسن عاكف. والآن يعني محظوظ وصول الكابتن إيهاب الخطيب
وما زال يتوافد يعني نجوم الكرة المصرية، ما زال التوافد بين نجوم الكرة المصرية ونجوم الفن هنا إلى يعني طبعا مسجد الحمدية الشاذلية. ربنا يرحمه ربه ويسكنه فسيح جناته. Allah'a emanet olun.